بعد اللي مزعلك واللي مضايقك شنو؟ لوك شيء احنا ما نعرفه خلاك تقول شيء ما موجود وتخوفنا بالهاوية. الالتزام بهذا الدستور يضمن وحدة العراق. تم خرق الدستور. ولو كانت الفيدرالية عملية وملتزمين بها وبالدستور ما كنا نذهب إلى الاستفتاء. لا إذا الحكي يم الدستور العراقي هنا كنا نطبق على صفحة ونسكت، لأن الدستور العراقي هو المرجع لهاي العملية السياسية وهو الخريطة اللي كنا لازم نمشي عليها ونلتزم بها. وأي واحد يشوفه يخالف بنود الدستور ما عاده ويتصرف بكيفه وبكيفه زيادة لازم نجرم ندانه ونقول له احترم نفسك وجر عدل، لا بعدين تصير مو حلوة. وحتى نكشف من خرق الدستور وبالدليل القاطع اربط الأحزمة وخلينا نرجع لل 2009. هكذا باشر إقليم كردستان العراق وللمرة الأولى بضخ النفط من حقلي طقطق وطوقي، وسيتم تصدير حوالي 100,000 برميل من النفط الخام إلى خارج البلاد وبالتعاون مع شركات أجنبية. إن النفط الذي يستخرج الآن من كردستان العراق يصب في نفس الأنبوب الذي يوصل النفط العراقي إلى جيهان، ولذلك لتبيعه الحكومة العراقية وتدخله في ميزانية الدولة العراقية. خو هذا الحكي ماكو أحلى منه وموجود ببنود مواد الدستور العراقي، واللي دا يقوله مام جلال الله يرحمه واحد من أهم اللي كتبوا الدستور العراقي، ويقول إنه النفط المستخرج من إقليم كردستان لازم ترجع للخزينة العراقية والحكومة العراقية هي اللي تنطي استحقاق الإقليم وتلتزم به حرفيا. تعالوا هسه خلينا نرجع نشوف الخطأ منين ومن هذا اللي ما التزم بالدستور العراقي. توقيع حكومة الملك اتفاقا نفطيا مع سلطات إقليم كردستان يقضي بتسليم الإقليم 100,000 برميل يوميا لحكومة الملك مقابل ملياري دولار. لا، الإقليم أن يسلم 250,000 برميل من النفط. توصلت الحكومة المركزية مع حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي يتضمن إرسال رواتب موظفي كردستان مقابل تسليم 250,000 برميل إلى الحكومة الاتحادية. لتر واحد من سلم للحكومة الاتحادية أو سلم إلى شركة سومو بالأحرى. ماكو ولا سنت ولا قطرة نفط يستلم بغداد أو سومو أو خزينة الدولة أو البصرة أو وزارة النفط من إقليم كردستان. إقليم لن يسلم برميل واحد إلى الحكومة المركزية. إلى اليوم برميل واحد الإقليم ما ينطل للعراق. كردستان العراقي أو الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراقي سلمت وزارة المالية أو سلمت سومو قالت لهم هاي فلوس مال 250,000 برميل مال يوم من 20 سنة، انطوني يوم دفعت. هسه من طلع ما ملتزم بالدستور العراقي؟ من طلع السبب بهذلة شعبنا الكردي وموظفيه اللي كان كل أمنياتهم استلام راتبهم كل راس شهر، حالهم من حال بقية المحافظات العراقية ومظاهرات وركود اقتصادي وكل هذا اللي رفضت تسلم 250,000 برميل لحكومة المركز.